بالك دنياك. الف مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده ياما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، زفة كمان زفة ياما. كل ده هو ما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش قادي، دول همي. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مرة واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبة لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل ينكتم. بت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسل عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانيه هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قارفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان، ما تحبكش امال. نقرا الفتح. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا كل واحد فيه ونسى كل الدنيا دي وغمضها. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الأغاني الهابطة وبس. بص بص يلا ياما نمشي في البيت النجس ده. أنت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت أبوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك وماله؟ ده انت تبت يا اخي، ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع. انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومي. اقسم بالله العظيم من اوضه نومي. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصوره نويه. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليني انا بكره يا حاج سليمان. فضحتني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت ذاتس ات. We'll be right back.
تيك ايزي يا هويست. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظر. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. ولا قوم ادوار، اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 لا، I'll sit in the back. ايه ده؟ In the back. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس بالهنا والشفا. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يا لها موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور عن ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب، لكن دابح ارنب مفرقع البلد كله بس عطرني فيه. يا مهندس بلدك جديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك من قصر رد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص. اسمع كده. ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا. رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد الكيس نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسه. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتركوا ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد. انهي ولد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى اطلع يا رمضان اوعى. بس يا ولد انك تنوح
لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي على الترعة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ألف. لم أداة جزم. كمل. يستطيعه فيرب مدرمة. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب. الولد الباشا بيتضرب، اكسروا الباب. ادم انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلى مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي. ايه اللي بتنيله ده يا رمضان؟ فك الواله. ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الواله ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الترع. هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربية والتعليم. ايوه ابن وزير التربية والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمة قوي، خليه ابن وزير الرأي. لا لان في الحقيقة ده ابن وزير التربية والتعليم. الكلام دي صح يا حضرة الوكيل؟ يمالها بردت كده ليه؟ ولا اني بيني جعان؟ مستخبلنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده انا ماليش في الدنيا غيره. امن عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامن عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامن عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى، كلكم لازم تتحاكموا. معليه باين عليه مزاجه وحش النهارده.